خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في الإعمار والتنمية، الرئيس السيسي يقول إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة والأهالي بعد دحر الإرهاب. مدبولي يتوجه إلى الدوحة على رأس رفد رفيع المستوى لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر. البيت الأبيض يقول إن الصين ستدفع ثمناً باهظاً حال دعمها روسيا بالسلاح في أوكرانيا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أن الدولة سوف تتحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية. وقال الرئيس السيسي خلال فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وأعمار سيناء إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان. النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الإرهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة، مش التنمية بس، الحياة، حياة الناس، لان مفيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه. يعني لو الناس عايشه في مكان ومفيش فيه امان، الناس ما تبقاش عايشه. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطه وبفضل ايضا ابناء سيناء. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء. وأكد الرئيس السيسي أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي وشيوخ سيناء ثقافة يجب أن تستمر. أرجو أن أنتم تنتبهوا للناس بتوعكم وأمنهم وسلامتهم. الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة، وابدا ابدا لا تغمض عين، لا تغمض عين ولا جفن. اوعوا تطمنوا وتقولوا لا، مفيش اطمئنان ابدا غير ان احنا دايما عينينا منتبهين لكل حاجه، ومعانا ابناء سيناء، اهلنا ينتبهوا معانا، ما تسكتوش على حد. لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و7 و8 و9 و10 اتعمل، لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ايه. ما تسكتش. والنهارده انك تتعاون في انك انت تقول خلي بالكم ابننا ده متلخبط، احنا مش هنضيعه، لا بالعكس، هنحاول نشوف حل معاه ونعالجه نفهمه كده، لكن ما نسكتش ابدا على حاجه زي كده، لان زي ما انتوا شفتوا كده احنا قعدنا 10 سنين، يعني مش عايزين ننسى الايام المؤلمه اللي كانت بتمر علينا. كما نبه الرئيس السيسي الى ان محاوله عرقله مصر وجهود التنميه فيها مستمره وسوف تستمر، وشدد الرئيس السيسي في هذا الاطار على اهميه الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعه المواطنين تحمل الظروف الصعبه وارتفاع الاسعار الذي لم نكن سببا فيه. الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بقالها أكتر من سنة دلوقتي. وأنا بعترف بده لأن ده واقع احنا بنعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن في عبء كبير جدا جدا على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي احنا بنعيش بيها.
أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا، وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب إلا أن حجم الشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تواجهها مصر غير طبيعية. هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت؟ طب ما لغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي، اخرهم الكلام اللي اتقال خلال الاسابيع الثلاثه اللي فاتوا ولا الشهر اللي فات، لما اتقال ان قناه السويس وكلام، يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا، لكن اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناه السويس، وفي عرض مش عارف ايه، في حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناة. بغض النظر عن الكلام دوت كارقام وكده، انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر مستمرة وهتستمر. ووجه الرئيس السيسي الشكر لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبنائها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء. وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب أن يشعر أهالي سيناء أن الدولة تعمل بهمة في تنفيذ أعمال التنمية. كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العمليات اللي بتتم دول، يعني عزقنا إن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من آفة موجودة. صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا، تفقده، لأن احنا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك، الجيش مش قادر يتحرك، أجهزة الدولة مش قادرة تتحرك، لا قادر تعمل تعليم كويس، ولا قادر تعمل صحة كويسة، ولا قادر تعمل استثمارات الناس تشتغل وتاكل عيش. بدليل، هو أنتوا لما كنتوا تيجي تعمل الطريق كانوا بيخليكوا تعملوا الطريق؟ لما تيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده؟ طب ليه؟ طب ده اللي بيتعمل ده مش بيتعمل لينا احنا، لكن بيتعمل للناس. اتفضل. هدفه الهد، لكن احنا هدفنا البناء. صحيح. فالفكره كلها ان انا عايز اقول لكم ان الفتره الجايه دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطه كبيره قوي، محتاجين جهدكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهالينا في سينا، تحسس اهالينا في سينا ان الدوله المصريه بتشتغل بهمه، لان ما بقاش في عذر بقى. ولا يا محمد؟ مش كده؟ ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم. وأكد الرئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا، مبديا أمله في أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر. وأوضح أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهاية العام الجاري. احنا بنتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة، كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين، مش تخطيط متواضع يعني، لا احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا 600-700 ألف فدان إجمالي الأراضي الزراعية اللي المفروض ان احنا نتمنى ان على آخر السنة دي، مش كده أحمد؟ على آخر السنة دي، على اخر السنه دي تكون المايه موجوده سواء من المحسمه او من محطه بحر البقر، والخط البث الناقل ده اللي كنا احنا عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن، دلوقتي ما بقاش فيه مشكله، نقدر نقول النهارده ان هيبقى فيه كميه اراضي نقدر انها تدخل للانتاج على نهايه السنه دي ان شاء الله. انا بتكلم هنا على سينا، مش بتكلم على توشكا ولا الوادي النطرون ولا، لا انا بتكلم على سينا بس، بنتكلم في 600 ألف قديم وحديث يعني. فده أمر مهم قوي.
اتمنى ان احنا التنميه وزي ما بقول كده خطتنا خطه مش متواضعه. هذا وكرم الرئيس السيسي 6 من أبناء سيناء المتميزين خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء. شمل التكريم عددا من النماذج المشرفة من أبناء الوطن في مختلف المجالات والتي لم يوقفها الإرهاب عن أداء عملها في خدمة المواطن والوطن رغم الظروف الأمنية الصعبة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الجهود التي قامت بها الدولة في تنمية وإعمار سيناء تعتبر بمثابة عبور جديد نحو التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال استعراض جهود الدولة التي قامت بها على مدار السنوات التسع الماضية في تنمية سيناء والتي تقوم بها حاليا وستقوم بها في الفترة القادمة. هذه الجهود الكبيرة جدا اللي قامت بها الدولة تعتبر بمثابة عبور جديد لسيناء. فإذا كان العبور الأول هو كان بعد حرب المجيدة حرب 73 بغرض تحرير الأرض، فإن العبور الجديد اللي بتقوم به الدولة النهاردة هو بغرض التنمية الشاملة. ويمكن اسمحوا لي في هذه المرحلة إن أنا أستعرض مع حضراتكم العرض الخاص بالتنمية. الحقيقة سيناء بالنسبة للمصريين دائما هي انطباعنا إنها يعني في قلب كل مصري، هو مكانها كبيرة جدا وعزيزة، وهي مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته، وهي البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية اللي تجلى فيها ربنا بوجهه الكريم سبحانه وتعالى في المنطقة المقدسة طبعا الطور. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 610 مليارات جنيه. وأضاف مدبولي إن الدولة نفذت رؤية متكاملة بمجموعة من الأنفاق والكباري للربط الكامل بين شرق وغرب قناة السويس. إحنا يمكن لما حصرنا حجم الاستثمارات اللي منفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء لوحدها، وهنا أنا مش رابط مع اللي بيتم في إقليم قناة السويس ومع المنطقة الاقتصادية، أنا بتكلم فقط على شبه جزيرة سيناء، بنتكلم على 610 مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهاردة على التنمية المتكاملة لسيناء. لو اتكلمنا على التنمية العمرانية، وهنا يمكن كان أهم شيء، ودي كان يعني الرؤية الثاقبة اللي نبدأ بيها، هو إزاي الربط الكامل ما بين غرب قناة السويس وشرق قناة السويس أو إقليم سيناء، وده كان من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرايين التنمية اللي تربط من أقصى شرق مصر إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية. We'll be right back.
تبنت الدولة خلال السنوات الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومية، وتسارعت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل. ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء سيظل على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة باعتباره قضية أمن قومي. من هنا جاءت أهمية قيام الدولة بوضع استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقاً من حقيقة أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وبخطوات متسارعة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى العمل لتعويض سيناء عن سنوات مضت من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات. الدولة قامت كذلك بتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة ومدها بشرايين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة وادي النيل والدلتا، حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها. ومنذ عام 2014 تحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تنمية سيناء، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات. المشروعات العملاقة شهدت إنشاء عدد من المشاريع الضخمة، من بينها إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 5 كبار عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع، فضلاً على الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ، بجانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتي طابة ورفح. المقومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء متعددة، من بينها 5 مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمساعيد والقنطرة شرق. هذا وقد تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساهم في تنمية سيناء، حيث تمتد المنطقة داخل 5 محافظات وهم بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء، وتشمل 6 موانئ بحرية هم ميناء شرق وغرب بورسعيد، وكذلك ميناء العريش والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناءي الطور والأدبية. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إنشاء مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين طن سنوياً بالعريش، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2500 طن سنوياً بالقنطرة الشرق. وقد وفر مجمع مصانع رخام بجفجافة الذي تم إنشاؤه على مساحة 3 ملايين متر مربع نحو 700,000 فرصة عمل مباشرة. بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم أو يجرى ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358 مليار جنيه في الفترة من عام 2014 حتى 2023. انعكس هذا الكم الهائل من المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير في سيناء على التقارير الدولية التي أشادت بنجاح استراتيجية التنمية الشاملة لأرض الفيروز. تقارير دولية وإشادات عالمية رصدت الحجم الهائل للعمل والتنمية في سيناء، خاصة مع تنفيذ الدولة عدد كبير من المشروعات القومية في أرض الفيروز خلال السنوات الماضية. مجلة الإيكونومست أكدت سعي مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية، فضلاً عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية في سيناء،
كما أكدت أن التطوير الإضافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل ودعم وزيادة الصادرات. مجلة ENR الأمريكية قد أكدت أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة، بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020. المجلة أضافت كذلك أن محطة بحر البقر هي مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها في أقل من عامين، وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء، وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021. كذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية قامت بتسجيل محطة بحر البقر في سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع. بدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها، مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق. يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي اليوم على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل. تأتي الزيارة في إطار حرص البلدين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي. كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن زيارة الوفد البرلماني العربي لدمشق تأتي تأكيدا على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر. جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب إلى سوريا ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي تنفيذا لقرارات المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة ترسيخ العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون النيابي بين جميع الدول. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لرئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، حيث تم التأكيد على أهمية دور البرلمان العربي في حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة. من جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي باستضافة بغداد للمؤتمر البرلماني، مؤكدا أن النجاحات التي حققها العراق في ترسيخ الأمن تعد رسالة مهمة عن تعافي العراق. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ضرورة تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية خلال لقائه منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماجورك. أشار العاهل الأردني إلى أهمية إيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام. أعطى
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف الناتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداده كييف بالأسلحة. وأكد بوتين أن الدول الغربية لديها هدف واحد هو تدمير روسيا، مجددا الدعوة إلى قيام عالم متعدد الأقطاب. وأكد الرئيس الروسي أنه يجب على بلاده الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الناتو الذي يسعى إلى هزيمة روسيا. قال الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية يهديني الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال. وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت حيث تقع قرية يهيدني. ومن جانبه أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافالو كريلينكو أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية بخرسون ودونيتسك وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور. بالتزامن طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بمزيد من الضغط على روسيا بعدما أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة وعقوبات ضد موسكو. مع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية لا سيما مع بداية السنة الثانية للعملية العسكرية الروسية، كشفت السلطات الأوكرانية عن عشرات الضربات والهجمات الروسية الجديدة على مدن في الشرق والجنوب. وبحسب الجيش الأوكراني فإن القوات الروسية شنت عشرات الغارات الجوية مؤكداً أن الجهود الهجومية الروسية ما زالت تتركز في شرق أوكرانيا الصناعي ومنطقة الشمال الشرقي. هذا وتواصل القوات الروسية إحكام قبضتها على باخموت، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية في خيرسون ودونيتسك وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور. وعلى الرغم من حصول أوكرانيا على أنظمة الدفاع الجوي ذاتية الدفع المضادة للطائرات من الشركاء والحلفاء الغربيين، إلا أن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اعتبر أن هذه الأنظمة ليست كافية للدفاع عن بلاده من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، مطالبا الدول الغربية بدعم بلاده بمزيد من الأسلحة. يأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المطالبة بالمزيد من الضغط على روسيا بعد أن أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة وعقوبات تهدف إلى مزيد من الضغط على موسكو. قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المناقشات بخصوص تقديم حلف شمال الأطلنطي ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا لم تشهد تقدما منذ شهور. وأضافت الحكومة الألمانية أن الاجتماع الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يشهد بحث هذه القضية. ويأتي التوضيح الألماني عقب تقرير صحفي أفاد باقتراح بعض أكبر أعضاء حلف الناتو الأوروبيين توقيع معاهدة دفاع مع أوكرانيا. أبدى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تشككاً إزاء اقتراح صيني لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال بيستوريوس في مقابلة تلفزيونية أنه لا يعلم ما إذا كانت الصين تخطط لإمداد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية، بينما في الوقت ذاته تقدم خطة السلام، مؤكداً ضرورة أن يتم التحكم على الصين بأفعالها لا بأقوالها. This is why we want Finland and Sweden to join NATO soon, NATO soon, in the interest of the security.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الصين لم تتخذ أي خطوة نحو تقديم عتاد فتاك لروسيا لاستخدامه في أوكرانيا. وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة أوضحت في جلسات خاصة أن خطوة من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة، كما أوضح أنه من حق بكين اتخاذ قراراتها الخاصة إزاء كيفية المضي قدما، وما إذا كانت ستقدم مساعدات عسكرية إلى روسيا، لكنه شدد على أن الصين ستدفع ثمنا غاليا حال قررت ذلك. أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي أن حظر الاتحاد مرور البضائع منه وإليه عبر أراضي روسيا سيضر بالتجارة الدولية أكثر مما سيؤثر في روسيا نفسها. وأضافت البعثة الروسية أن الاتحاد الأوروبي أدرج في حزمة العقوبات الجديدة حظر عبور عدد من البضائع من الأراضي الروسية لأول مرة، مشيرة إلى أن هذا ليس أكثر من محاولة للضغط على العلاقات التجارية الدولية ويضع عقبات على طريق التجارة المستخدمة على مر السنين. أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن سكان لندن باتوا منزعجين بسبب نقص الإنتاج والإمداد الخارجي من الطماطم وسط ارتفاع معدلة التضخم لمستويات غير مسبوقة. وقالت وسائل الإعلام إن المتاجر الكبرى تنفذ من سلع الطماطم والخيار والفلفل أو تلجأ إلى تقنين الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة والتضخم والصراع بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه قال الاتحاد الوطني للمزارعين إن بريطانيا بحاجة إلى السيطرة على إنتاجها الغذائي حيث تواجه نقصا مستمرا في الخضروات. حذر تقرير للاحتياط الفيدرالي الأمريكي من أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود. وذكر التقرير حالات تاريخية من انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينيات، لافتا إلى أن المصارف المركزية ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم. ارتفعت وتيرة التضخم بالولايات المتحدة ما زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة خلال الصيف. أعلنت السلطات الإيطالية مصرع 58 شخصا بعد اصطدام قارب كان يقل ما بين 150 إلى 250 من المهاجرين بصخور بجنوب إيطاليا. ومن جانبها طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندر لاين بإصلاح نظام اللجوء في أوروبا بعد الحادث.
ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ولاية جوجارات شمال غربي الهند. وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 270 كيلومترا من المقاطعة، مضيفا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. أظهر استطلاع للرأي أجره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقييم نحو 75% من المستطلع رأيهم منظومة النقل بأنها جيدة بشكل ملحوظ. وأشار المركز إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في مصر باعتبارها واحدة من أقدم وأهم وسائل المواصلات في ضوء ربطها لكافة أنحاء الجمهورية ومختلف المحافظات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب، بالإضافة إلى مناسبة أسعار تذاكرها لشريحة كبيرة من المواطنين. عقد عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعا مع برلمان شباب بيلاروسيا وذلك عبر تطبيق زوم. قام أعضاء التنسيقية بعرض تفصيلي عن تاريخ نشأة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها في تنمية الحياة السياسية في مصر. من جانبه أكد رئيس برلمان شباب بيلاروسيا أن سفارة بلاده في القاهرة قامت بترشيح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهم ككيان سياسي له دور بارز في المجتمع المصري، وأنهم يتطلعون للتعاون مع التنسيقية وتبادل الخبرات والأفكار في الفترة القادمة. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، تستعرضها لنا ليلى عمر. ليك ليلى. شكرا نادينا وأدا، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. ارتفع دعم المواد البترولية إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بنسبة 290% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، واعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارا في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023، وذلك ارتفاعا من 75 دولارا للبرميل قبل عام بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. استقبلت موانئ المنطقة الشمالية شرق وغرب بورسعيد والعريش 240 سفينة متنوعة خلال يناير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4,351,000 طن. وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدامها، ومن ثم تعظيم إيرادات الدولة من الموانئ وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في أولى جلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.93 من الألف تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 17213 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.6% ليبلغ مستوى 3019 نقطة،
وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.43% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4500 نقطة. في منطقة الخليج أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية على تباين وسط استقرار أسعار النفط في آخر تداولاته العالمية للأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1% ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7% منهيا 3 جلسات متتالية من الخسائر بعد أن تلقى دعما من صعود أسهمه المالية. قال تجمع الصناعات الجوية والفضائية الفرنسية إن 400 شركة في القطاع تخطط لاستحداث أكثر من 15,000 وظيفة في فرنسا في عام 2023 مدفوعة باستئناف الحركة الجوية بعد وباء كورونا. وأعلنت مجموعة إيرباص أنها تتوقع توظيف 3,500 شخص في فرنسا هذا العام، أكثر من نصفهم من خلال إحداث وظائف جديدة من أصل 13,000 تنوي توظيفهم في العالم. وتريد المجموعة بذلك تلبية احتياجات الارتفاع في إنتاج طائراتها، إذ إن لديها طلبيات تتعلق ب7,000 طائرة. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وأدى، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. ختام نشرة السادسة، هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في الإعمار والتنمية، الرئيس السيسي يقول إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة والأهالي بعد دحر الإرهاب. مدبولي يتوجه إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر. البيت الأبيض يقول إن الصين ستدفع ثمنا باهظا حال دعمها روسيا بالسلاح في أوكرانيا. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.